عن ضربة الجزاء المحتسبة لمصلحة الريال. انطلاقة الريال والباص الطويل وغول غول 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 ثالث للريال، صارت ثلاثة للريال. لكن يا سلام يا سلام على الباص، شوف وين راح يروح، شوف وين راح يروح، لأن المسافة طويلة، الطريق طويل للوصول إلى كريستيانو رونالدو. الباص وين راح؟ وصلي. يا سلام يا سلام على كرة القدم السلسة، شوف 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 الباص الطويل جدا جدا جدا، وصلت الكرة إلى كريستيانو رونالدو. لاحظ النظرة، وكريستيانو رونالدو يسجل ويصنع الآن الباص الطويل مثل ما كان مع مانشستر يونايتد في انجلترا يفعل الآن. لكن لقطة جميلة الحقيقة للاعب كبير، للاعب يقدم عطاءات ممتازة مع الريال، وبالتالي يسجل الهدف الثاني، يصنع الهدف الثالث.